سلام الله عليكم. عندنا هذه الأخت شفاها الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعاً قبل فترة ينظر بين الصواريخ عندنا في الملعب، الدربة الكبت يعني بداخل الغرفة يعني من قوة الصاروخ. طبعاً حصل لها يعني خافت، حصل لها يعني فجيعة. من ذاك اليوم حصل لها بداية مرض الكبد. الآن لها فترة هي تعاني، حاولت تعالج تتعالج. الآن قد تطور، قد عندها تليف بالكبد، الآن قدها تطرش دم، الآن تطرش دم. طبعا الدكاتره سواء هنا في صنعاء كلهم قالوا يعني ضروري باقرب وقت ان تسافر مصر او الهند زراعه الكبد. كما تلاحظوا انت يعني زراعه الكبد مكلفه. طبعا هذه عند اطفال هي الذي تشتغل عليهم، يعني هي الذي تشقي. الان قدي خلاص قال يا اخي قدي ندخل بغيبوبه، يعني الان ادخل بغيبوبه ولي اطرش دم مع قدرك، يعني مع قدرك يعني اصرف على عيالي، يعني احنا نضارب لقمه العيش، ما بالك يعني بعمليه وزراعه كبد مبلغ قدره ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإيجار البيت عليهم متراكم، ويعني قالت حلت عليه هموم الدنيا من مرض من كذا، والآن ما عقدرش تشتغل. أنا أولا أتمنى أنه كل من شاهد الفيديو يعني يحسوا بمعاناة الأخت هذه، أنه مرض كبد وتليف، الآن تطرش دم، تدخل بغيبوبة، تعطلت عن العمل، إيجار البيت تراكم عليها، عندها أطفال ولا حول ولا قوة إلا بالله. العملية طبعا بمصر أو بالهند، والعملية يعني مكلفة جدا. أنا أتمنى من كل من شاهد الفيديو رحمة بهذه الأخت وبحالها وبأطفالها أن ينشروا الفيديو، ينشروا الفيديو لوجه الله تعالى. من فرج هم الناس فرج الله همه، ثم من فاعل خير محبين الأجر مدوا إلى العون. هذا من الأخير الأخت تقول لي يا أخي أنا قد أحس نفسي ما بين الحياة والموت، لأني لأطرش دم ولأدخل بغيبوبة أكثر الأوقات، والدكتور قال لي بأسرع وقت اسافر. فانا اسال الله انه من فرج همي ونشر الفيديو ان فرج الله هم الدنيا والاخره، وجزاكم الله خير.